اسعد الله صباحكم متابعينا مشاهدينا الكرام، حياكم الله زملائي في الاستديو، ارحب بكم في هذه الفقره، فقره سوقنا من سوق الجبيل. ان شاء الله اليوم نستعرض وياكم اسعار الخضار والفواكه بدايه من هذا المحل هنا طبعا القسم الثالث في سوق الجبيل عند اخونا عباس. عباس صباح الخير. الحمد لله ابوي، كيف حالك؟ الحمد لله طيب، يعطيك العافيه. الحمد لله يا سلام ما شاء الله، اليوم عندك بضاعه ترتيب ما شاء الله مرتب. أيوه. خبرنا شو الاسعار اليوم؟ هلا رخيص ما في غالي ما شاء الله. خبرنا شو اليوم الواني البطاطا؟ نعم. بطاطا لبناني جوني 8 بعد ما الباكستاني 7 درهم، طماطه 3 ريال كيلو صندوق. لكن بطاطا عندك مصري وباكستاني اليوم بس؟ لا لبناني، لبناني باكستاني مصري. نعم. شو الاسعار؟ الاسعار كم تبدا اليوم؟ يعني 10 12 15 ولا كم؟ لا كيس كبير 18. نعم. صغير ميديوم 8 درهم، الوسط اللي هو 8 درهم. نعم. ما شاء الله. باكستاني 9 درهم 7 درهم هذا الشكل، 9 الى 7 دراهم اليوم. مصري يعني 10 درهم. اسعار شوي نازله، شوي ناقص ما في. نعم. ليش قلت 14 15 مشاهدينا الكرام؟ لان الفتره كانت هذه الاسعار ما تنزل عن ال 14 وال 15 وال 13 درهم، لكن اليوم الحمد لله مثل ما سمعتوا اخونا عباس الاسعار شويه نازله. وهناك عندنا مجموعه يعني من البطاطا الشرم ما تشوفون عندنا هنا مختلفه عن يعني مصر وباكستان ولبنان. اليوم البصل الهندي كم واصل يا عباس؟ كيس كبير 7 درهم. الكيس الكبير على 7 دراهم. والكيلو كم اليوم عندك؟ كيلو درهم، درهم ونص، درهمين هذا الشكل، درهم ونص الى درهمين اليوم. إيه. سعر البصل عندنا الهندي طبعا هو الحمر هذا اللي تشوفونه مشاهدينا الكرام، بالاضافه الى عندنا بعد اليوم بصل ابيض وعندنا الذهبي هنا. كم شو الاسعار هذه؟ 4 درهم. 4 دراهم. ايوه 4 دراهم اليوم. أيوة. الاسعار عندنا مشاهدينا الكرام. وهني عندنا الليمون، الليمون مال افريقي 4 درهم 4.5 درهم هذا الشكل، 4 الى 4.5 درهم. نزل سعره كان 7 6 دراهم قبل، لكن حاليا 4. قبل اول كم 6 هذا الشكل، الحين ناقص كله. تمام كله ما شاء الله. هذا عندنا البرازيلي، البرازيلي 5 درهم 5 دراهم. وهناك هذا شو المحلي؟ محلي 6 درهم 6 دراهم هذا. ايه. المحلي عندنا طبعا مشاهدينا الكرام على 6 دراهم اليوم سعر اللومي. وهناك الباذنجان ما شاء الله 4 دراهم 4 دراهم مال هولندي، هولندي هذا. ايوه هولندي الكيلو ب 4 دراهم. ايه. مال ايراني 3 دراهم 3 دراهم. عباس ما شاء الله ثوم عندك كم؟ مال مصري هذا، من مصر ما شاء الله. مال مصري. وعلى كم بعد؟ 7 دراهم 7 دراهم. وهذاك الثاني اللي عداله شو؟ ثاني كيس 4 دراهم في 6 دراهم 4 دراهم الى 6 دراهم. وعندنا المصري 7 دراهم اليوم. ايه. سعر الكيلو فيه. وهني عندنا صحون الخيار، الباميه، الفلفل هذا اللي مسوينه ما شاء الله 5 دراهم صندوق 5 دراهم الصحن. ايه. الواحد على 5 دراهم. كم في 500 جرام تقريبا؟ لا كيلو ونص زياده، كيلو ونص زياده ما شاء الله، كيلو ونص يعني نقول 700 الى 800 جرام تقريبا في الصحن الواحد اللي يشوفونه عندنا مشاهدينا الكرام. مرتبكم هنا عندنا الخيار والباميه والفلفل، وهناك بعد ايضا الفلفل اللي هو للطبخ هذا هنا الاخضر والاحمر شرم ما تشوفون الكبار هذيلا يستخدمونهم بالطبخ. وهنا عندنا اليوم طماط كم عباس؟ الطماط اليوم صندوق 10 درهم، صندوق على 10 دراهم. ما شاء الله 10 دراهم اليوم، 2 كيلو 5 دراهم و3 دراهم كيلو على شكل. نعم اليوم عباس انت مسوي خصومات خصم اليوم اسعار طيبه بين 3 دراهم الى درهمين ونص، بالاضافه الى صناديق اليوم على 10 دراهم مشاهدينا الكرام. هذا الباذنجان ملوين هاللي فوق هذا هولندي، هولندي هولندي هذا. أيوه. هذا نفس اللي شفناه تو مرتبين هنا عندنا في الصناديق، وايضا عندنا هذه الصناديق الكبيره. تعالوا ياك عباس هناك بنشوف عندنا ما شاء الله اليوم. أيوه. عباس مرتب المحل بالبضاعه الجميله هاي مشاهدينا الكرام، شرم ما يشوفون عندنا الخيار وعندنا الطماط وعندنا الخس. الخس كم واصل يا عباس؟ كيلو 4 دراهم 4 دراهم كيلو 4 دراهم 4 دراهم عندنا اليوم الخس مشاهدينا الكرام اليوم السعر. شكرا عباس بارك الله فيك، بكمل وياكم بعد جولتنا مشاهدينا الكرام، بنستعرض هي وياكم اليوم بعد اسعار الفواكه الموجوده عندنا اليوم في هذا السوق المميز سوق الجبيل. السلام عليكم. كيف حالك بي؟ كيف حالك؟ طيب خبرنا ما شاء الله اليوم شو عندنا من الفواكه الموجوده ما شاء الله اليوم؟ العنب والتين بدايه، خلينا نبدا وياك في اسعار التين. انا اشوف التين عندك هنا ما شاء الله. أيوه. احجام طيبه وبعد هنا عندك كميات، خبرنا شو التين مال تركيا هذا على كم اليوم؟ الصندوق هذا 45 درهم 45 درهم عندنا هناك صندوق سعودي 25 درهم 25 هذا عندنا السعودي مشاهدينا الكرام على 25 درهم. وهذا اللي ما شاء الله الفراوله هنا هذا فراوله مال افريقيا افريقي كم اليوم بعد؟ هذا 35 درهم 35 درهم. وعندنا هنا الصناديق الصغيره ايضا او العلب الصغيره مشاهدينا الكرام على 10 دراهم 10 دراهم. هنا تعالوا نشوف نحط الكاميرا هنا ما شاء الله، شوفوا الترتيب اللي مسوينه الاخوان هنا، مرتبين لكم هذه الكميات من الصحون تقريبا اللي فيهم 500 جرام 600 جرام على حسب اللي الوزن. هني خبرني ابوي كم الصحون هذه؟ ايوه يعني عندك الكمثرى عندك المشمش ما شاء الله 10 درهم فيه، هذا فيه 15
شو اسمه هذا ليتشيها ولا شو؟ هذا لنجن مال تايلندي. تايلندي. 15 درهم. وهذاك مانجستار مستان. مانجستان 15 بعد. ما شاء الله. أيوة. وشو عندنا بعد هني سنطرة هذه؟ سنطرة 10 درهم. 10 دراهم وهناك نرفع الكاميرا شوفوا الهمبة ما شاء الله اليوم عندنا كمية طيبة من الهمبة الكبار هذا من وين باكستاني كله ولا في مصري؟ هنجا كله باكستاني هنا. هذا اللي. نعم. مال مصر أول واحد. مال مصر. أول واحد عندنا المصري هنا على كم ما شاء الله؟ مصري 35. 35 واللي عدال هالباكستاني. باكستاني 25. هذا البدامي هذا؟ أيوة هذا بدامي. بدام واللي عداله بعد هالصغير الثاني مال تشوسا 25 درهم التشوسا ما شاء الله واللي عقبه هذا الثاني هذا كبير شو بعد تشوسا نفس الشيء بعد نفس الشيء على كم بعد هاي اليوم 25 الحين باكستاني نهايه موسمه ولا بعد في زياده موسمه. في موسم ولا خلص لا في بعد موسم. موجود موجود الحين بعد زياده جديد اللي هو المصري لا سمسمي الحين نفس الشيء بعد نفس الشيء طبعا المحلات معظم المحلات مشاهدين الكرام تحصل عندهم شوي من الباكستاني وعندهم شوي ايضا من المصري وهنا عندنا العنب ما شاء الله بعد هنا خبرنا شو العنب هذا مال مصر هذا نعم كم واصل 10 كذا 10 دراهم ايوه كله 10 على 10 على 10 دراهم اللي أيوة. عندنا اليوم العنب مشاهدين الكرام فتره اللي طافت كان السوم ما ينزل عن 12 درهم لكن اليوم ما شاء الله عندنا على 10 دراهم اعطني الصندوق هذا او علبه الكرز ما شاء الله هنا أيوة. على كم هذا ابوي الصندوق مال ايران 25 25 درهم أيوة. 25 درهم وعندك لوز بعد اليوم ها أيوة. ما شاء الله كم اللوز بعد لوز 35 35 درهم أيوة. 35 درهم عندنا اللوز ما شاء الله في اماكن يبيعونه على 50 لكن هنا عندنا اخونا مسوينا على 35 زين تعال ياك قدام بوي بنشوف عندنا هذه الهمبه شو هذه اللي هنا ايوه التشوسه هذه التشوسه هاي نفس اللي في الصناديق فوق مشاهدين الكرام ايضا موجوده هنا مفرزه جاهزه بغيت يعني بالكميات كم ما بغيت تاخذ حبتين وحده ثلاث على حسب او تاخذ منك كيلو سبع كيلو على كم هاي له كيلو 7 درهم كيلو 7 درهم كيلو 7 دراهم وهناك عندنا هناك السنطره بعد سنطره كيلو 10 على 10 على 10 دراهم عندنا السنطر والتفاح ما شاء الله 7 7 دراهم 7 دراهم انزين شوف وياك بعد هنا عندنا اليوم مشاهدين الكرام الشمام ما شاء الله مثل ما خبرتكم موسم الحين وعلى كم الاسعار ايراني في 5 نعم مال اردني كيلو 6 6 وهذا هذا هذا الاردني هذا صح؟ ايوه داخل برتغالي هذا اللي لونه من داخل برتغالي مشاهدينا الكرام اليوم على 5 دراهم ايوه 5 دراهم واللي يحكم واصل اليوم؟ كيلو اليوم درهم درهمين أيوة. درهمين وصل درهمين وفترة كان شوي واصل على 4 دراهم لكن حاليا على درهمين شكرا جزاك الله خير طبعا الليح والشمام مشاهدين الكرام متوفر بكميات ما شاء الله طيبة عندنا في السوق وبشكل يومي وبعد اليوم كنا موجودين الصبح ما شاء الله جاي كميات كبيرة وتم توزيعها على المحلات وهني عندنا بعد هذا المحل هنا ما شاء الله السلام عليكم كيف حالك بي تفضل منه بارك الله فيك شو اخبارك الحمد شو اسمك حسين حسين يا حسين كيف حالك يا حسين الحمد لله زين حسين ما شاء الله شو عندك خبرنا اسعار الهمبه كم اليوم عندك همبه في هذا اليوم بس ما في زياده نعم يعني كيلو ولا بوكس صندوق الكيلو كم صندوق فيه 40 درهم فيه 40 38 فيه 38 هذا كله باكستاني طبعا ايوه باكستاني زين الموز كم عندك واصل كيلو 5 درهم 5 درهم تيكيته هذا على 5 درهم باباي أيوة. هناك كم ما شاء الله هذا كيلو 10 درهم على 10 درهم سريلانكي سريلانكي على 10 درهم والعنب كم عندك واصل انا في 10 درهم 12 درهم 10 الى 12 وهناك عندنا البرتقال هذا 40 درهم هذا عصير ولا الاكل عصير يمشي بس حامض حلو حامض حلو هذا مو ابو سره نعم هذا الافريقي هذا صحيح مصري المصري المصري أيوة. بس هذا الحامض حلو ايوه هذا الحامض حلو طبعا حق العصير وحق الاكل يمشي مشاهدينا الكرام وهني عندنا ما شاء الله الكيلو كم من الهمبه كيلو 9 درهم 9 درهم هذا الباكستاني طبعا أيوة. بعد الباكستاني اليوم على 9 درهم زين تعال بنشوف وياك اليوم اسعار بعد الطماط كم عندك اليوم الصندوق صندوق 20 درهم 18 درهم 18 الى 20 درهم أيوة. اليوم الكيلو كم 4 درهم تقريبا 4 درهم 4 دراهم زين والخس كم واصل عندك كيلو 5 درهم 5 درهم عندنا واصل اليوم الخس مشاهدينا الكرام جزاك الله خير يا حسين بارك الله فيك ننتقل وياكم بعد مشاهدينا الكرام بنستعرض محلات ثانيه لان اليوم انا اشوف ما شاء الله الفاكهه المسيطره على السوق عندنا اليح والشمام والهمبة طبعا بكميات طيبة السلام عليكم كيف حالك الحمد لله طيب ما شاء الله اليوم عندك انت همبة زيادة بعد هنا زيادة مضبوطة ما شاء الله خبرنا شو اسعار عندك التشوسا هذا تشوسا هذا تشوسا هذا شو اذا كم صندوق صندوق 40 درهم صفين هذا ولا صف صفين صفين صف واحد نعم في صف واحد في 25 25 والصفين على 45 لا 40 40 درهم عفوا هناك على 25 والهمبة مثل ما خبرتكم عندنا الحين الباكستاني وعندنا المصري وما شاء الله متوفر بكميات طيبة وهنا عندنا الموز هاي طبعا شركة ثانية هنا 4 درهم كيلو 4 دراهم 4 دراهم عندنا الكيلو وهناك التفاح وبرتقال تفاح 6 درهم برتقال 7 درهم نعم أكل هذا هذا ملك للبرتقال ها بالعصير عصير في ثاني نفسه نعم والتفاح الأخضر
تفاق در 7 درهم. 7 درهم كمثرى؟ مثرى 7 درهم. على 7 درهم، وهناك الافوكادو ها على كم هذا ما شاء الله؟ الافوكادو 13. 13 درهم، هذا الافريقي ولا؟ لا، كينيا. الكيني هذا، الكيني اليوم عليه 13 درهم. 13 درهم سعر الكيلو. مشاهدينا الكرام، هني عندنا اليوم الافوكادو ما شاء الله والهمبة والتفاح، أشياء طيبة طبعا متوفرة عندنا في سوق الجبيل اليوم مشاهدينا الكرام، مثل ما خبرتكم اليح والشمام والهمبة ما شاء الله تحصلون بكمية طيبة. هني عندنا الشمام هذا على كم بيه؟ 4 درهم كيلو. 4 درهم، زين تعال عطني هذه اليح هناك، هل يحمل وين هذا ما شاء الله؟ استرالي؟ هذا استرالي. استرالي ما شاء الله، شوفوا الاحجام هنا على كم بعد ابي هذه؟ هذا 7 درهم. على 7 درهم، وهذه اللي هنا نفسه نفس الشيء 7 دراهم. اليوم عندنا احمر هذا ولا الاصفر من داخل؟ احمر. شكر أحمر. كيف زين؟ شكر مزبوط. اكيد رقم واحد بدون بذر. بدون بذر ما شاء الله، بدون بذر عندنا هذا الاسترالي. استرالي. استرالي عندنا الاسترالي، وهناك عندنا افريكا. الافريقي شو اللي هو هذا؟ بدون بذر اللي هو السنطره. سنطره نعم، بدون بذر. وهني عندنا جوز الهند طبعا والناريل مال هذا السيلاني. هذا العصير طبعا. عصير. وهناك عندنا الباباي مال سريلانكا. هناك سريلانكا. وبعد هنا عندنا شوفوا مشاهدينا الكرام اسوي لكم هذه أفغانستان. العلب هم من افغانستان ما شاء الله. من افغانستان. افغانستان على 10 دراهم. 10. وهذا كعب الغزال نفسه على 10 دراهم بعد. على 10 دراهم، جزاك الله خير ما قصرت، بارك الله فيك. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، طبعا استعرضنا وياكم اليوم في قسم الخضار والفواكه اسعار الخضار والفواكه المعروضه اليوم عندنا في سوق الجبيل. مثل ما لاحظت اليوم ما شاء الله عندنا الشمام واليح والهمبه، هي الكميات اللي مثل ما تشوفونها متوفره عندنا في السوق. والاسعار اليوم طبعا اختلفت الحمد لله، في نزول بين الاربع دراهم الى درهمين، وطبعا على حسب انواع عفوا على حسب الكميه بالاضافه الى المحلات الثانيه. يعطيكم العافيه متابعينا ومشاهدينا الكرام، نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه. مع السلامه وحياكم الله.